تمام، هلا بننتقل لعنوان جديد أو لفكرة جديدة اللي هو الفلوريت. الفلوريت يعني لما أنا مثلا عندي، نتخيل إنه هاد أنبوب، تمام، وبيجري فيه كمية من سائل معين، فأنا كمية المادة اللي راح تعبر هذا المقطع، مثلا نعتبر إنه هذا مقطع، فكمية المادة اللي راح تعبر هذا المقطع بالنسبة للدقيقة الواحدة، مثلا في الدقيقة الواحدة أو في الساعة الواحدة أو في الثانية الواحدة، أيا كان الزمن، هو الفلوريت، يعني هو مقدار المادة اللي راح يعبر مقطع معين من أنبوب في زمن معين، تمام. فمثلا لو أنا حكينا المقدار المادة، إحنا بنعبر عنه يا إما بالماس أو بالفوليوم، فلو أنا كنت بعبر عنه بالماس، فبصير عندنا ماس فلوريت، يعني مقدار الكتلة اللي عبرت هذا المقطع بالنسبة للزمن. لو كان باخذ أنا فوليوم، رح يصير عندي فوليومتريك فلوريت، مقدار الحجم اللي بيعبر هذا المقطع بالنسبة للزمن، تمام. الفلوريت ممكن نحسبه بالمختبر، يعني تجربة عشان نحسب الفلوريت، إنه إحنا أول إشي منجيب مؤقت، منجيب مخبار مدرج وميزان، مثلا عشان لو مثلا نحسب الماس فلوريت، الميزان عشان نحسب الماس، تمام. بنخلي المادة تنزل، مثلا هنا في مادة معينة، نخليها تنزل وين؟ بالمخبار المدرج. وأنا ببلش إيش؟ أشغل المؤقت، يعني بفتح الصنبور، تنزل المادة بالمخبار المدرج، وبشغل المؤقت بنفس الوقت. نحكي مثلا بعد 10 دقائق بوقف المؤقت وبسكر المادة، يعني ما بخليها تنزل بالمخبار المدرج، وباخد المخبار المدرج وبحطه بميزان، بقيس مقدار الكتلة للمادة اللي نزلت هون خلال 10 دقائق. هيك بكون أنا إيش؟ أوجدت الماس فلوريت. لو أنا حوجد الفوليومتريك فلوريت، باخد الفوليوم للمادة اللي نزلت بالمخبار المدرج وبوجد الفوليومتريك فلوريت، فبيكون القانون هو الفوليوم للمادة اللي نزلت على الزمن، التايم اللي هي 10 دقائق. نفس الاشي الماس فلوريت، اللي هي حتكون الماس كتلة المادة اللي نزلت خلال 10 دقائق على التايم. يعني مثلا يعني قانون الماس فلوريت هو الماس اوفر تايم، والفوليومتريك فلوريت هو الفوليوم اوفر تايم، وهاي بيكون وحدتها خلينا نكتبهم هون، الماس فلوريت رح تساوي ماس على تايم، وحدتها بتكون كيلوغرام بالسكند. الفوليومتريك فلوريت راح تساوي فوليوم اوفر تايم، وحدتها متر مكعب بالسكند، تمام. طب احنا اخذنا قانون الدنسيتي، كان عبارة عن الماس على الفوليوم. طب لو أنا ما كان عندي الماس وما عندي الفوليوم، عندي الماس فلوريت والفوليومتريك فلوريت، عادي بضل نفس ما هو، لأنه لما أجي أنا أقسم الماس على الفوليوم بتروح التايم مع التايم، فبرضه الدنسيتي تساوي الماس فلوريت على الفوليومتريك فلوريت. طبعا هلأ في ممكن أنا أجي أوجد الفوليومتريك فلوريت لكن ما عندي الفوليوم والتايم، يكون معطيني معطيات تانية، يعني مثلا يكون معطيني أنبوب هذا المقطع اللي راح يمشي فيه السائل، يكون هو معطيني سرعة جريان السائل ومساحة المقطع، يعني U اللي هي متر بير سكند، و A اللي هي متر مربع، والتايم أو من غير التايم. مثلا أنا معطيني هلا ممكن بالسؤال ما يعني يكون طالب الفوليومتريك فلوريت لكن ما يعطينا الفوليوم والتايم، لا يكون معتبر انه
في عندي الأنبوب اللي بيمشي فيه يعطيني مساحة المقطع، مساحة مقطع معين من هذا الأنبوب مر في السائل، منعبر عنه بـ A اللي هي الأريا بوحدة المتر مربع، وبيعطيني سرعة جريان السائل عبر هاي عبر هذا المقطع، يعبر عنه بيو متر بير سكن. نقدر بهاي المعطيات برضو نوجد الفوليومتريك فلوريت. فبنحكي فوليومتريك فلوريت إيكوال A اللي هي متر تربيع في اليو اللي هي متر على سكند، ويساوي متر تكعيب بير سكند فوليومتريك فلوريت. وفي كمان عنا أكثر من طريقة عشان نقيس الفوليومتريك أو الفلوريت بشكل عام، يعني مو شرط الفوليومتريك فلوريت. من هاي الأجهزة اللي إحنا بنستخدمها عشان نقيس الفوليومتريك فلوريت، أول إشي الروتاميتر. هلأ هذا الروتاميتر عبارة عن فلوت داخل بايب، تمام؟ فلما السائل يدخل داخل البايب بيدفع هاي الفلوت، يعني زي بيكون زي فلين أو كذا داخل أنبوب، بس يدخل السائل على الأنبوب بيدفعها، بتضل ترتفع هاي الفلوت لمرحلة معينة. فلما أنا عندي تدفق السائل يثبت بالأنبوب رح تبطل ترتفع هاي الفلوت اللي جوا الأنبوب، بس توقف، بس وقف عن الارتفاع. منشوف إحنا لأي حد وصلت بالارتفاع بيكون هذا قياس الفلوريت لهذا السائل. هاي أول measurement ممكن نستخدمها لقياس الفلوريت. ثاني واحدة اللي هي الريفايزميتر. طبعا هدول احنا مو مطلوبين منا، يعني حاليا مو مطلوبين، بس لكن في مواد تانية، مواد تخصص لقدام رح ناخدهم بالتفصيل اكثر. هسه مطلوب منا بس نعرفهم ذكر بس مش اكثر، هدول الثلاث. الروتاميتر كان مكتوب عنها شوية شرح بالسلايدات، في كمان رسمة بالسلايدات لو شفتوها رح تفهموا الفكرة اكثر، وكان الدكتور شرحها يعني شرح فكرتها، فبس يعني اعرفوا كيف طريقة عملها، وبس تشوفوا الرسمة بالسلايدات سلايدات الدكتور راح تفهموها اكثر. الاورفيس والروتري ما يعني ما بس ذكرهم ذكر، هسه هم الثلاث مطلوبين بس ذكر، حتى هاي مكتوب عنها شرح، يعني بس افهموا كيف آليتها والاسم بس تحفظوا. بس يعني بس تشوفوا الرسمة بالسلايدات للروتاميتر رح تفهموا، يعني رح تفهموا آلية عملها أكثر، وتشوفوا كيف يعني بياخذوا القياسات وبيعملوا الكيرف، بيعملوا الكيرف لقياسات موجودة أساسا من أول، معلومة من أول مع القياسات اللي وجدناها، فبصير أسهل. أي قياس بيطلع معنا بالروتاميتر نفس ما كنا نعمل بشابتر 2، بيطلع معنا قياس فنرجع للكيرف نشوف إيش الفلوريت إلها وما إلى ذلك.